النجاحات تقاس دائماً بحجم التحديات، فمع التغلب على العقبات تزداد أهمية الإنجازات. ليعد قطاع الزراعة وتغلبه على تحديات نقص المياه دليلاً وشاهداً على أن الإرادة والسعي المستمر هما السبيل للنجاح، والذي تكلل بمضاعفة حجم المساحة المنزرعة خلال وقت قياسي رغم الزيادة الكبيرة لتعداد السكان وارتفاع أعداد ضيوف مصر من الدول الأخرى. لو إحنا عايزين نستفيد استفادة حقيقية من كل نقطة مية، إحنا محتاجين أن نظم الري تتطور جدا، ونظم الزراعة تتطور جدا، وحتى التقاوي والبذور المستخدمة تتطور جدا. يعني إيه؟ يعني زي ما اتقال كده أن إحنا ناخد مية صرف زراعي ونعيد صياغتها. بس أنا بقول للناس وإحنا بنتكلم كده، انك انت وانت بتعالج الصرف الزراعي بتخلي المية زي مية الشرب صحيح، ولكن نسبة الملوحة فيها بهاء عالية، بتبقى عالية شوي، وبالتالي مش كل المحاصيل اللي ممكن المية دي تخدمها زي مية النيل او زي مية الابار اللي ملوحتها مناسبة. وفي ظل هذه التوجيهات لجأت الدولة لبدائل جديدة لتوفير المياه، منها التوسع في إنشاء محطات التحلية مع التوسع في استخدام نظم الري الحديث لتوفير وترشيد المياه، فضلا عن استخدام نظم جديدة للزراعة، وكذلك اللجوء للري المحوري لتقديم أكبر إنتاج زراعي بأقل كمية مياه. الدولة عملت أيضا على تحقيق الاستفادة القصوى من كل نقطة مياه ووقف الاستخدام الجائر لها، وهو الأمر الذي انعكس إيجابيا على إنتاجية العديد من المحاصيل، ومن بينها القمح الربيعي وكذلك بعض المحاصيل الاستراتيجية مثل الأرز والذرة، فضلا عن الزيادة الكبيرة في زراعة البنجر من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر الذي يعتبر إحدى السلع الهامة للمواطن المصري. واتجهت مصر كذلك إلى زيادة عدد محطات التحلية، إلى أن أصبحت تملك المحطات الأكبر بالشرق الأوسط لتحلية المياه، والتي وصلت إلى نحو 90 محطة تحلية بطاقة 1.3 مليون متر مكعب يوميا. إذن هي خطوات حثيثة تخطوها مصر لزيادة الرقعة الزراعية في ظل تحدي نقص المياه، والذي لا يواجه مصر وحدها بل تواجهه مختلف دول العالم، وهو ما دفع مصر إلى تحقيق تطوير شامل في نظم الري والزراعة لجعلها أكثر كفاءة من أجل ضمان الأمن الغذائي والاستدامة البيئية.